اوعى تعمل كده، ما ينفعش تقفوا لبعض، ما ينفعش الابن يقتل ابوه. كان زي ابويا، لكن الكلام ده ولا من النهارده اللي بيني وبين عبد ربه دم، يا قاتل يا مقتول. هو مش زي ابوك، هو ابوك. انت اسمك هرم عبد ربه، مش هرم السويركي. ايه الهرتله اللي بتقوليها دي يا بنت الجياش؟ انا ما بهرتلش يا عبد ربه، دي الحقيقه. عرب يبقى ابنك من صلبك. انت بتقولي ايه؟ يعني ايه؟ يعني عرب اخويا؟ لا مش اخوكي، انا ما خلفتش غير عرب وسميحه. انت مش بنتي. انتي بتفكري في ايه يا بنت الشياطين انت؟ اللي بتقولي ده يا ست الصباح لا يقدم ولا يأخر. ولو انت فاكره ان انت هتحنني قلبي عليه بالكلام اللي انت بتقوليه ده تبقى غلطانه. عبد ربه رايح رايح. لا اوعى تعمل كده. عبد ربه يبقى ابوك. انا اللي بدلتك انت وانغام من زمان. صدقني. قدامي حل تاني غير كده. كنت عايزه احميه، كنت عايزه احمي عرب. انت يا عبد رب قول الحقيقه، قول ان وانا حامل كنت بتهددني، كنت بتقول لي انك هتموته في بطني او لو ولدت هتقتله. انت اتكلم، احكي على الشيخ، الشيخ اللي انت رحت له وقال لك ان اللي هيقتلك ابنك من صلبك. قول قول ما هو ده اللي خلاني ابدله عشان احميه. اللي انت بتقوليه ده يا ست الصباح ما يخشش العقل. ماما ماما قولي انك بتهزر يا ابو سيدك. انت اتعملت كده عشان خايف عليهم صح؟ تقولي اي كلام؟ لا لا يا بنتي، لا هي دي الحقيقه والله. دي الحقيقة. أنا سكت كتير زمان عشان أحميك من أبوك، ودلوقتي كان لازم أتكلم عشان أحمي أبوك منك.